ما حكم إذا تقدم إمام لا يحسن قراءة الفاتحة ومن المأمومين من يحسن الفاتحة، ماذا يفعل أو المأمومين؟ إذا كان يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى فلا تصح إمامته بمن هو أحسن منه القراءة. أما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى فإنه لا يبطل الصلاة وتصح إمامته، ولكن عند التقديم لا يقدم للصلاة إلا من هو سالم من اللحن الذي يحيل المعنى والذي لا يحيل المعنى.